عبد الرحمن الحلالي من القامشلي. المحل قديم صار له حوالي 75 سنة من عزمان الوالد، وأنا بالنسبة لي كنت أدرس يعني من 35 سنة من السلم المحل. هذا هو المحل يعني قديم، هاي شغلنا حصير ومكانس وشوادر. أنا ولد عزمان الوالد مسلمين، سلمت المحل وتابعت الشغل وطورنا بعض الشغلات، يعني جبنا غير شغلات غير الشغل كان يشتغل الوالد. الحمد لله يعني شغلنا ماشي حاله. يعني مثلا أول نايلون طبعا التغطية ما كان في عزمان الوالد، كان الوالد يبيع حصير ويشتغل على إيده مكانس وحصير. هلا دخلنا النايلون، دخلنا مثل الخيشة جبناها غير، يعني طورت الأمور شوي، العالم صار تاخذ غير شغل مشان تغطية، أكثرها نجيبها من حلب. يعني الحمد لله جملة وما جملة، حسكة معبدي قحطانية القامش لنزل المنطقة يعني. حسب الطلب نبعث بالسيارة نبعث. الأسعار والله على مرتفعة يعني ما هو مثل الأول، يعني كان ثوب النايلون ناخذه 3000 ليرة سوري، هلا 250 ألف ليرة، يعني مضاعف شي 90 ضعف مو قليل، صار في غلاء يعني غلاء فحش. المحل صفى له يعني، صافينا نحن واخواتنا كل واحد صار لحاله، وبالنسبه للمحل صفى له يعني هلا الحمد لله عم نشتغل نحن والولاد. الفرق يعني اول كان الامور شيء ايسر، هلا شيء في غلاء يعني غلاء فاحش، ما عاد توفي مع العالم شيء غالي. هلا عم تجي هالببايع مثل هذا عم يجي من منبج، عم يجي على اول ما في معمل هون بحلب سوريا ما في من هذا، عم تجي البضاعة من منبج، هذا بدال النايلون صار يغطوا فيه تقطاية حمطة وشعير يغطوا فيه يعني. ايه في طلبة يعني كل موسم له، يعني وقت الشتاء ينباع التغطية، هلا جاي تغطية مشاتل وما مشاتل يغطوا هالزرع بيصير طلب على المشاتل، كل فترة في شغلة موسم اشي. الله يهدي الأمور وترجع الأمور لأحسن من أول والعالم تعيش مرتاحة إن شاء الله.